ايتودونت اون فارماسي، عندي 21 عام، وبغيت نقدم لكم واحد الاختراع اللي اشتغلنا عليه انا والاخ ديالي. هذا الاختراع هذا هو عباره على واحد اون بورت دو ستيريليزاسيون كي بوغول غادي تستيريليزي لينا ولا ديزانفيكتي لينا ما امكن الدات ديالنا. المهم لي زافونتاج ديالها رابيد و سبيسيفيك بلوس كو هادوك لي سوليوشن هيدرو الكوليك اللي مازال ما اتانش لينا واحد لو ماكس ديال لا ديزانفيكسيون، يعني ماشي توتال. اي هاد البورت هذا الخدمه ديالو ولا كيفاش كيشتغل، هو عباره على واحد دي لومب اولترافيولي سي، عندها واحد لانترفال اونتر 220 حتى 240 كي فا توي لو بلو زعما بوسيبل ديال لي فيروس و لي باكتيري كي سون نوسيف زعما لو كور ديالنا. وكيفاش كتخدم هاد لوترافيولي سي؟ هي غادي تخدم بان غاتاتاكي لنا الفيروس ولا البكتيري، غادي تمشي لي زاسيد اميني ديالو وغادي تفكك لينا لي باز ديالو، دوكو ما غتكونش عندنا لا ملتيبليكاسيون ديال الفيروس، يعني لا مورس ديال الفيروس، يعني ما يقدرش يتكاثر وما يقدرش يزيد يدخل لكاع لي سيلول ولا غادي يعطينا زعما شي امراض ولا. وكما قلنا هاد البوابة ديالنا هادي نقدروا نستعملوها في المداخل ديال المستشفيات العمومية ديال المراكز اللي نقدروا نمشيو لهم بحال لي غران سوبر مارشي، في الباب ديال الجامعات. وكما قلت قبيله بان لا ستيريليزاسيون ديالو ولا لا ديزانفيكسيون ديالو كتكون رابيد، يعني الانسان غادي يدخل ما غادي يدخل هاد البوابه هادي ما غاديش يفوت ما بين 5 حتى 20 سكوند غادي يديزانفيكتا. كنشكر جلاله الملك اللي عاوننا بالدعم ديالو اننا نبدعوا ونحاولوا اننا نخرجوا بحال هاد الاختراع هذا، والله يهز علينا هاد الوباء ان شاء الله. وشكرا. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتف بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.